الناس شنو هو فونطه كينيرو كاينه في ايه باسكو كينيرو راديو خاطئ لا شنو ندخل كينيرو والوسطاء والمحضرين عموما واليه الوساطه القضائيه خصوصا. واولا اود ان نشكر السيد النائب العام رئيس مجلس قضاء تيزي وزو اللي خلونا نحضر هذا اليوم الدراسي حول يعني دور الوساطه. الكل يعرف بان المجتمع في تطور، المجتمع يتطلب اليوم تكييف الاليات سواء النظام التشريعي ولا التنظيمي ولا حتى الهياكل على المستوى المحلي من اجل التكفر طبعا بالنزاعات المختلفه ذات الطابع المختلف. ولذلك هناك قوانين صدرت منذ اواخر في بدايه هذا القرن يعني في 2008 ولا 2009. كاين في ايضا دستارت كما تعلمون انشاء وسيط جمهوريه اللي في الحقيقه هو اكثره اداري منه قضائي. كان فيه طبعا انشاء سلك الوسطاء اللي طبعا يتم تسميتهم ولا تعيينهم من طرف حسب القانون وحسب من طرف القضاء. فاذا كل هذه الهياكل وهذا التشريع طبعا يهدف الى التذليل اولا من النزاعات القائمه في المجتمع، وايضا الاخذ بعين الاعتبار والاخذ بالتجارب التي نجحت في كثير من البلدان. وكما شاهدتم اليوم كنا استمعنا الى محاضره كان فيها اذا مقارنه بين الانماط المختلفه على مستوى سواء يعني اوروبا ولا امريكا ولا حتى اسيا ولا حتى على مستوى الوطن العربي والاسلامي. فاذا نظن مثل هذه اللقاءات راح تخلي طبعا كل المتدخلين من قضاة من رجال القانون من الوسطاء انفسهم من قضاة باش يتبادلوا طبعا التجربه ويشوفوا ما هي ربما التوصيات اللي لابد باش يخرجوا بها باش طبعا يرفعوها الى يعني السلطه المركزيه اللي حتى تكيف كل الاليات وكل النصوص من اجل اكثر نجاعه في حل النزاعات على مستوى المحلي. في ديسمبر اليوم الدراسي حول محكمه الجنايات، واليوم رانا نبداو في اليوم الدراسي نبداو في التنفيذ. هذا اليوم الدراسي سينشطه خبراء استاذ جامعي ومحامي حيعطينا نظره الاكاديميه للوساطه القضائيه. تقوم جهه قضائيه بعرض بالنسبه للامر بالوساطه يعني بان نبدا بالسؤال نتاعك فيما يخص انت التنظيم، ما مدى صحه هذا التنظيم نتاع تنظيم اليوم الدراسي؟ تم اختياره لاسباب عده. اولا هذا الاختيار لهذا الموضوع اللي هو الوساطه لم ياتي هذا لانه من قضايا ساعه. اولا من لتسهيل اللجوء الى القضاء من طرف المواطن لحل النزاعات. النزاعات تعرفوا كما تعلمون ان المواطن ولا سيما في المنطقه لا ريجيون دو لا كابيلي، دونك النزاعات العقاريه ولا سيما على وجه الخصوص تعرف مشاكل عده. تعلمون كلكم ان هذه المنطقه غير ممسوحه، وبالتالي اللجوء الى الوساطه القضائيه لحل النزاعات سي 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 من الاولويات نتاع السلطات العليا في البيئة. هذه الوساطة اللي تكمن في 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 مواطنين مختصين في الاخر تعينهم سواء تعينهم الجهة القضائية اللي في الجناحات تقلل من كاهل المواطن بالدرجة الأولى. كيف تقلل من المواطن بالدرجة الأولى؟ أن جميع الأطراف سواء المدعي أو المدعي لا يملكون عقود ملكية، وأن اللجوء إلى الوساطة القضائية تحل النزاع في ظرف قياسي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن العدالة أكيد ممكن مهما درسنا الملفات فإن تبقى توجد
الفصل أو العدل هو نسبي. نسبي لماذا؟ لأن جميع الأطراف لا يملكون عقود ملكية، وبالتالي الوساطة عندما يتفق الأطراف العدالة تصادق عليها وتكهل، تنقص من 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 عن كهل العدالة بالنسبة لهم، والمواطن كذلك هي تخفف عنه، وبالتالي اللجوء إلى القضاء. تجمعت الاخر عندهم دور كبير في حل مثل هذه النزاعات، وحنا نتمنى ان شاء الله الوسطاء يكونوا من ضمن هذا الناس العقال او اعيان القريه ان صح التعبير، ليكونون في تكون مساعده ومسانده للقضاء. هذا في الحصه الاولى، الحصه الثانيه راح تكون تقنيه، نظن باللي راح نتناولوا الوساطه القضائيه بجميع جوانبها للوضعية، وراح يوجد الحلول، بعض المقترحات، بعض التوصيات. وقبل ما نبدأ في الحصة الأولى نديروا استراحة تتعلق بالوساطة في القانون الجزائري والقانون المقارن، البعض بالبعض ويفكر في أحسن حل ويضع الساقين نجماد لي لاجوال ناديتو داكي باش نهضر، فهمتي؟ فارون تمثال باش انسنا غسين غطاس المشاكل وتروحوا انت غير الشرع. ما يلزم النايف هذا بوي راسنا نتفرون ناضي ليون فاف الخير يتواسنا كاكي هادي عادي ذي ثلماس باش غادي يفروا لي بروبلام كي بلا ما يلنا ولا غنوك غلطنا نوين غادي ضارة، ولكن ادنى الحل اي ونن وذنيك يجي للخلاف بوكراس باش نروحوا يا الشرع باش نزكى الحلاقي انا نف هذه نفع لايفات باش هذا عشنا كنو من بعد خاطر الشرع في كوال الدواء دي ديسيجن جوستيس اكيوار باش تكزيكوتي خاطر عقل دوسي عقل المشاكل هكذا توال ما تشحن بوكراون بار كونتر ما يدي سي الخير افرون التمثال لا هذا عشان كني لا خاطر هذاك فون البروبليم هاكي هذا خمني يتمديت نسن هذا عشان كان هذا سوا ذي الخدمه سوا ذي ثواشولت سوا الحاجه هاكي تمثال هاكي بوشيل زمان انت الفرون ديال لا هذا بلا ما حوايجنا ورحنا للشرا بلا ما حوايجنا نسلنا هذا النظام هذا شو في تمشارا اكني هذا سال الفايده وهذا قيم ندي حبيبي انا قيم ندات مثلا غسل المشكل يا راسل فرانت واحد نسى افاكي يدها ثم غادي يجي تجدد باش تفرون المشاكل يا لايفات يا راسل بلا ما ضرب عند الطبق القانون بالسيف في اللاسن وسوخا من الشرع خطر اخا من الشرع غسل درب حوض ازكى انا يني درب حوض يتشفايض ولكن وينك يتم شارع الغاس اللي جماش هذا يغار ما تخسرت افاكي يقلها ما فرونت تمثال سلف غير لا يبادرك يرجعون امام. بالنسبه لي كما ذكرنا يسير الخلاف يرجح ضوئيته يقدم اقتراحات للاطراف بالنظر الى في موجب قرار في نزاع واحد. بالنسبه لي هذا يدعونا الى البحث هل حان الوقت لتغيير هذه الفكره؟ بصح جيش تمسالك ذي ثو الدار قبل تروح انت الشرع اذا قد انت تزرصد زدت تجمعات انت الدرس اثن تفرون خاطر يونيك زمرنا ذي هو يض كل شيء فارو سرارة تروح دار الشرع باش تمشارها باش خاطر اسمع تروح مع الشرع داين تفسد ديال لا فامي تفسد ذي ثو الدرس شو لما كني لعني انت الدرس تاع دياك افيكي نتمني انو غير رجيك ونتمني ايش مش هذا اظفرون الشغل نا المشاكل نا بغير انا نا اديرين اصحاب ذا الدرس تاع ديش كما ما نسن هذا انا لي زافير مقرنيه الا المشاكل مليح اي زمرض انت وين سخا من الشرع باش تطبق لازم القانون ونحوج جار القانون اغي فرضا الامور نا نجمله انت الفلوس لنا الخير هذه ويوني وايض ليسونسيال تقيم ما كني ذات مثلا دي رفيقا تدوم جارة والمحبة. شكرا مسبقا للسيد الطوطاوي وليتفضل. يعني شكرا. نبدا بالمداخلة تاعي، عنوان المداخلة التي كلفت بها هدف الأنظمة القضائية ككل عبر العالم ككل، الهدف المرجو
دوما هو تحسين هذه الخدمه وارضاء شعور المتقاضي بالعداله. وهذا من شأنه تخفيف النزاعات يعني على المطروح على القضاء. كاين يبغي يقول Thank you.